حول هذا الأمر تحديدا. ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات. يا باشمهندس برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة أنه في شقين لهذا الجزء من كلمة الرئيس في قمة العشرين، شق متعلق بالفجوة التكنولوجية الكبيرة الحقيقة بين القارة الأفريقية والغرب، وشق آخر متعلق بالذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يفعله في الكثافة، كثافة العمالة اللي عندنا هنا على سبيل المثال بشكل أو بآخر. خليني أسأل حضرتك عن مسألة التوظيف وكثافة العمالة، وإلى أي مدى هو أمر دقيق إنه الذكاء الاصطناعي هيهيمن بعد كده على الكثير من الوظائف البشرية؟ الحقيقة هو سيادة الرئيس اتفضل وقال موضوع مهم جدا للغاية بخصوص الدول النامية وتطورات التكنولوجية، وده بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات الذكية هي اللي بتقيد المجتمعات الأقل دخلا الدخول فيها. اثنين، عندكم يعني ندرة كفاءة الكفاءة البشرية في الدخول في العالم وعالم التكنولوجيا وتطورات الذكاء الاصطناعي برضو بيقيد تطورات البنية التحتية، وطبعا محدودية المعاهد المتخصصة في البلدان النامية وضعف البنية التحتية فيها. يعني حضرتك الدول النامية دلوقتي ينقصها معاهد كتيرة لتعليم الكوادر البشرية ودخولهم في عالم الذكاء الاصطناعي والتطورات ده. إذن الحل هنا أن يكون في تعاون كبير مع المؤسسات الدولية المعنية بمساعدة البلدان النامية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحياتية المختلفة عشان يكون في تطورات كاملة ويكون في توظيف زيادة، وطبعا من كل الجوانب يكون فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. ولكن سيادة الرئيس اتفضل وقال بالموضوع السلبي اللي هو الخطير جدا من حيث الدول النامية وتطوراتها، لأن فعلا الدول النامية بتتأثر بعدم وجود بنية تحتية وبعدم وجود إنترنت كويس للدولة نفسها وبعدم وجود برضو بنية تحتية بخصوص الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بقى بالـ AI والذكاء الاصطناعي ومسألة اختلاف الوظائف أو أنه الكتلة البشرية تقل في بعض الوظائف، ويمكن الرئيس أيضا تحدث عن هذه النقطة أنها مش بس مضرة اجتماعيا على هؤلاء، ولكن أيضا هي مضرة بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية. إحنا فعلا عندنا تنمية بنيت على أساس الكثافة، كثافة العمال، كثافة البشرية. صحيح. والله سؤال حضرتك ممتاز جدا بخصوص الوظائف. يعني في ناس كتيره جدا ماشيه تقول ان الذكاء الاصطناعي هيحل محل البشريه، ولكن الكلام ده هيحصل لو الشخص استخدم تطبيقات وادوات الذكاء الاصطناعي في شغله بطريقه خاطئه، لان ليها استخدام خاطئ واستخدام عادل. من ناحيه الاستخدام العادل هنرجع نبص لميثاق مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار. القرار عمل ميثاق مكون من خمس حاجات، من ضمنها الامن والامان، والادوات اللي انت بتستخدمها لازم تكون امنه جدا وما تسيبش بياناتك عليها، وفي نفس الوقت لازم انت تستفاد من ادوات وروبوتات الذكاء الاصطناعي الجديده. بمعنى ان مثلا زي ابلكيشن كبير جدا او روبوت كبير جدا تم عمله عن طريق الذكاء الاصطناعي انك تساله ويجاوب عليك، في ناس بتستخدم اعتمادها الكلي على الابلكيشن او التطبيق ده عشان تاخد منه المعلومات الكامله. بس يا باشمهندس ما هو ده قابل للتطبيق في حالتين، في حاله انه هذه الاستخدامات يعني تكلفتها اقل وادق من الوظيفه البشريه او انه يقوم بها بشر. هو الشخص اللي بيستخدم التطبيقات دي مش بيبص لها من ناحيه الاقل وادق، هو بيبص لها من ناحيه ان هي بتنجز المهام الحياتيه بتاعته اول باول، فبالتالي بيعتمد عليها اعتماد كلي. فهنا بقى الاله اتغلبت على من صنعها، ان الاله ادت له المعلومات اللي هي بتمشي حياته، فبالتالي هنا مخه وقف. ولكن اللي هيوظف ادوات الذكاء الاصطناعي وتطورات التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي تحت ايده هو اللي هيكسب وهو اللي هيفوز، وفي نفس الوقت هو اللي هيكون موظف ادوات الذكاء الاصطناعي تحته. ومن هنا نيجي محور سيادة الرئيس لما اتفضل وقال من ناحية سلبيات الذكاء الاصطناعي مع التوظيف، إذا كل شركة أو كل مؤسسة دخلت عنصر الذكاء الاصطناعي بمعادلة من ناحية البشرية وبرضه بمعادلة من ناحية البشرية من ناحية الاستخدامات، تبديل الوظائف، تبديل الأماكن، وليس إلغاء الوظيفة البشرية نهائيا، وده اللي بيتكلم فيه برضه الميثاق الكامل اللي أصدره مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرارات معاه. يعني نقدر نقول باشمهندس إنه في هذه النقطة الوضع التكنولوجي العالمي الوظائف تغيرت ولكن لم تقل. تغيرت واستبدلت، لم تقل، بالعكس زادت. يعني هناك أكثر من 150 مليون وظيفة في المستقبل القريب،
اطفالنا اللي هو اهم ملف انا بهتم بيه، اطفال مع التكنولوجيا مع التطورات التكنولوجيه هيستخدموا وظائف حديثه احنا لغايه دلوقتي لسه ما نعرفش ايه هي، لغايه دلوقتي لسه مش موجوده، ما نتوقعش ايه هي الوظائف. اكثر من 150 مليون وظيفه هتصدر، واكثر من 130 مليون وظيفه هتتبدل اماكنها، ولكن البشر هيفضلوا هم موجودين، وما ينفعش الاله تتغلب على صانعها لو انت مستخدمها بالاستخدام العادل والصحيح. يعني السوق اتغير ولكن لا غنى عن العامل البشري فيه، لانه احنا كدوله مصريه احنا بنصدر عماله وبنصدر بشر للعمل حول العالم، ودي قوتنا يمكن في هذا الاطار. مع ذلك بنستفاد برضو من العقليات المصريه، عندنا في الدوله المصريه عندنا شباب وعقليات ممتازه جدا واحسن من غيرها بره، يعني هم عندهم بره الذكاء الاصطناعي، احنا عندنا هنا الذكاء البشري والقوه البشريه، واحنا طبعا ماشيين على خطه سياده الرئيس من ناحيه المستقبل والذكاء الاصطناعي وتحولاته الرقميه نحو التطور التكنولوجي. بشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات.